كميات كبيرة من النفايات وتسرب المياه العادمة في الشوارع أزمة كبيرة تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في مدينة غزة. بلدية غزة أعلنت أن طواقمها أضحت عاجزة عن استيعاب الكم الكبير من النفايات التي تراكمت في المدينة منذ 10 أشهر من العدوان. فمن أصل 270 ألف طن من النفايات المتراكمة في كامل القطاع، يتكدس نحو 100 ألف طن من النفايات في مدينة غزة وحدها بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وتشير البلدية إلى أن الاحتلال دمر منذ بدء العدوان في أكتوبر نحو 126 آلية من مختلف الأحجام، منها حوالي 100 مركبة وآلية لجمع ودفن النفايات، بالإضافة إلى تدمير 60 بئرا في عدة مناطق وتدمير المنشآت الصحية والمرافق الخدمية المختلفة وجرف واقتلاع نحو 60 ألف شجرة في معظم مناطق المدينة. هذا الأمر تسبب في انتشار كثيف لثاني أكسيد الكربون السام، خصوصا مع قلة كمية المياه التي تصل إلى المواطنين وارتفاع درجات الحرارة. بلدية غزة دعت جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى سرعة التدخل لإنقاذ الوضع قبل استفحال الكارثتين الصحية